أما هلأ فرح رح نروح لفقرتنا، ويمكن هاي الفقرة من الفقرات اللي كل سنة بننتظر مواسم الأعياد لنشوف شو في جديد. ما في أحلى من هذا الشهر سلمى. اليوم الصبح كنا عم نسترجع فيه كتير من عن الذكريات جد اللي صارت، يمكن بكل شهر 12 بنحاول بابا نحن نويل، لما كنتي بابا نويل تمام بنحاول كتير نتذكر أحلى اللحظات اللي ممكن مستحيل تقطع السنة بدون ما نمر فيها. قد ما كانت بسيطة فهي بتضيف كتير شغلات حلوة لحياتنا. كيف إذا بنحاول نضيف هي اللمسات لبيوتنا ونحاول ندخل نوع من الفرحة والسعادة بكل التفاصيل اللي بنعيشها، ومع هي الأيام المباركة وأيام الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة، أكيد مثل ما قلنا بنحب نشوف هذا الشيء وهي اللمسات بداخل بيوتنا. حتى نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل بدنا نرحب أكيد بدانا روماني، حرفية وصاحبة مشروع الشغف. صباح الخير، صباح كيفك؟ النور، يا أهلا. يسعد صباحك صباح دانا، يعني صباح الشغف اللي عودتينا عليه. كل مناسبة بيكون في عندك أفكار جديدة، عندك خليني أقول هيك لمسات خاصة بهالشمع اللي بتعمليه. خلينا نبلش نقول شو محضرة السنة على رأس السنة. أول شيء صباح الخير، وإن شاء الله تكون أيام أعياد مجيدة على الكل. اليوم محضرين أشياء بسيطة من قوالب هي نفسها يمكن تبع السنة الماضية، بس عم نحاول دائما نضيف لمسة جديدة إلها. محضرين شجرة الميلاد اليوم من الشمع، محضرين زينة الميلاد اللي من الشمع، القطع الصغيرة اللي بتتعلق على الشجرة، محضرين طاقية بابا نويل، محضرين وش بابا نويل. كمان حاولنا دائما ندخل الزجاج مع الشمع ونضيف له كمان شيء له علاقة كمان بالميلاد. طبعا الطباعة الحرارية دائما بتكون متواجدة معنا كمان إلى نصيب، كده. أكيد أكيد لازم تكون موجودة. الميداليات، يعني كتير أشياء بسيطة بس عم تعطي جو حلو للميلاد. كمان إذا بدنا نحكي اليوم أغلب الألوان الميلاد بنشوفها هي بالأحمر صحيح. والأخضر، صحيح. وهن اللونين لونين فرح ولونين صحيح. بيعطوا نوع كبير من السعادة. بتحاولي تضيفي ألوان تانية إن كان من ذوق يمكن الناس اللي بتحب تاخد من عندك، أو الإنترنت ومواقع التواصل اللي هي كمان بتضيف شغلات كتير حلوة أوقات ما بنتوقع أنه ممكن تطلع حلوة على الواقع، لكن بالحقيقة نحن عم نشوفها هي بتضيف لمسات مميزة. صحيح. هلأ في كمان اللون الذهبي مثلا، مثلا طلب مني انه نعمل شمعة لون ذهبي كامل، فكمان اللون الذهبي من الوان عيد الميلاد. حتى الاضافه الجلتر الذهبي على القطع نفسها اللي بتكون الاحمر والاخضر كمان عم يعطيها يعني هيك لمسه مختلفه. واكيد الاشخاص اوقات بتطلب شغلات ما لها مالوفه، كله بحاول جرب لها اياه وتشوفه على الواقع، واذا عجبها من نعتمده يعني بمشروع شغف كاندلز. يعني عم نشوف هلا الشمعه اللي هي طاقيه مع وش بابا نويل. موديلات متنوعه، فينا نقول في شيء راسم عليه تمام. وفي شيء ساده تمام، يعني بس اخذ الشكل او اللون اللي تمام. هو هذا الشكل هلا هو مع انه المميز. القالب هو بسيط بس كل مره عم نضيف له شيء، يعني مثل لما ضفنا على طاقيه بابا نويل هديك السنه الميداليه مع الشكل المخروطي، وحطينا عقده صغيره فصارت مثل طاقيه بابا نويل. هالسنه في عنا وش بابا نويل مع رسمه حلو. صغيره كمان من الافكار هيك الكيوت اللذيذه هيك تكون. دائما بتحاولي تحافظي على روائح الشموع أكيد. الحلوه يلي مجرد فتي على الاستوديو فنحن فاحت اكيد اليوم كمان بيمنع انه هذا الشيء كمان يكون موجود بيمنع كمان هذا الشيء يكون موجود حتى بتفاصيل عيد الميلاد. اكيد هلا الروائح دائما بحاول انه نجددها ويكون دائما في شيء جديد ومختلف عن اللي كان من قبل. مثلا هالسنه معتمدين الرمان كثير، هذا اللي فايح كثير ريحته هو ريحه الرمان كثير حلو. ف كثير تنويع الروائح مثل ما من نوع الاشكال وال يعني القوالب اللي عم تنصب فيها الشمع كمان عم ننوع الروائح، حيكون دائما في شيء جديد. كمان دانا اذا بدنا نقول هي التفاصيل مثلا ان كان الشوارب او حتى العيون الطاقيه، وهدول هلول بيجوا رسم او ممكن كمان شمع تلزيق؟ لا هلا هي قالب خاص بعيد الميلاد فيه حوالي 6 اشكال، هدول من الزينه اللي عم نعلقها على الشجره، وهي شيء فكره غير تقليديه يعني انه انت تعلقي شمع على الشجره. هلا هدول بيجوا هن مخططين بس لسه بدهم تلوين لحتى يظهر جمالهم، وطبعا بنحافظ على الالوان. هلا لما بكون في عندي الابيض فانت اذا ما غمقتي بالوان ثانيه ما حيظهر التفاصيل والجماليه تبعه،
فلهذا الحكي. شو أكثر قطعة أنت بتحبيها دان؟ أكثر قطعة بحبها؟ كلهم بحبون. أكيد. خجلتيني. على كلهم مثل أولادي. عن جد بس يطلعوا من القلب. عن جد بس يطلعوا من القلب يعني هيك بحس بهذا الشعور. أنا سألتك لأنه بحس إنه دائما اللي بيشتغلوا في قطعة مثلا بيطولوا عليها أكثر، في قطعة بيضيفوا عليها إضافات ما كانوا مفكرين قبل ما يشتغلوا بالقطعة، فبتكون هي القطعة المميزة اللي قادرين يحكوا عنها بشكل. لا للصراحة إنه كل قطعة بتكون معمولة لسه لأول مرة كتجربة بحسها هي أحلى قطعة بالكون، وبعدين بتبلش تتطور، مع إنه هي بتكون أول تجربة مو شرط تكون كتير ناجحة وأول يعني صدى تاخذ هالقد، بس جد إذا ما عطيتي القطعة هذا الحب ما حيصل للأشخاص. أكيد. لهيك العالم لما بتحب القطعة اللي بنشتغلها هي السبب إنه أنا حاببتها للقطعة اللي اشتغلتها لحتى وصل لهذا الحب. أكيد. للآخر. يمكن عم نشوف هي فكرة كتير بسيطة، هلا هدول موجودين بالسوق جاهزين. تماما. يعني أنت عم تجيبيهم تحطيهم على تصميم معين أنت بتختاري من الكاسات. أنا صابة بقلب الكاسات، هن مو جاهزين 100%. أنا صابة بقلب الكاسات وبعدين حاطين القطعة مثلا في شجرة، في عنا الجراس، في قطعة التلج مثلا اللي ملزقة حتى على الشجرة الشمع. هدول الأشياء اللي ترمز للميلاد عم نحاول ندخلها بالشمع بطريقة هيك لطيفة. أنا بيعجبك دانا، خلينا نمسك هي الشجرة الصغيرة نعرضها شوي على الكاميرا. هي الشجرة مع هاد مجسم صغير يمكن للشجرة. تمام. وهي الشجرة الشمع، هي اللي كنت عم تحكي عنها، هي القطعة اللي كنت عم أقول عليها، كنا بس نرفع إيدنا شوي. هي قطعة التلج مثلا كمان اللي بتعبر عن الميلاد. كمان من أنواع الزينة الثانية اللي حاططها هي الجلتر الذهبي، وفي قطعة فيها بس هيك ربطة خيش صغيرة. وأكيد أي فكرة قابلة للتنفيذ، يعني في أشخاص بتحب شيء على حساب شيء، في أشخاص تحب تدمج شغلتين مع بعض. ممكن الأشخاص كمان يكبروا الشجرة أكثر إذا بيحبوا مثلا. أكيد. أكيد. ويعلقوا عليها بشكل أكثر، يكون خياراتهم أكثر. يمكن الشجرة الأكبر لسه بيبين فيها هدول أكثر. هلا الشجرة الأكبر ضفنا عليها هدول القطع، الميداليات اللي متعودين عليهم دائما بكل مناسبه نلاقي لهم تصاميم معينه بنشتغلها. كمان عم تتعلق بهي الطريقه. كمان اشتغلنا قطع فيها مثل كيس اورجانزا، كمان حطينا بقلبهم هدول القطع، فبينت مثل كانها هديه على الشجره. حلوه. فكمان بتعطي كتير جو حلو. بس مثل ما نعم نشوف دانا، يعني دائما بكل مناسبه ما بيخلع عندك الشمع وهي النقشه اللي تعودنا عليها دائما لازم تكون موجوده لازم. بكل مناسبه شو السر معك؟ لانه شتاء. الشتاء كثير حلوه نقشات الحشات الصوف ونقشات الكنزات الصوف، وهي يمكن نقشه الميلاد يعني. تماما هي زهره الميلاد، زهره التلج. تمام. هي لازم تكون موجوده عندنا دائما دائما, دائما. لازم تنزل. هي فعلا حلوه ومميزه. كمان هالسنه عاملين الجرس، هذا ما لازم يغيب ابدا. جرس اساسي كمان. هي من الافكار الجديده اللي مطلعينها، فكره الطاقيه بابا نويل اللي هذيك السنه كنا شاغلينها. هي فكره كثير بسيطه، من الميداليه دمجناها مع القطعه اللي عندي اياها فوق وربطه صغيره، فكمان اعطيت هيك جماليه. طيب قد تاخذ معك وقت هي القطعه مثلا؟ والله حسب القطعه. هي القطعه مسكتها هلا، هي القطعه مثلا بتاخذ شيء ساعتين او ثلاث ساعات، بحيث انه هي لتنشف ولحتى نضيف لها الاضافات. بدها هالوقت، وخصوصا لما يكون عندنا لونين مثلا. هلا طاقيه بابا نويل عم تاخذ وقت اكثر، لانه هي عباره عن اربع مراحل صب. الطاقيه لحال، بعدين في عنا لنقول شعراته لحال، بعدين وشه، بعدين دقنه. فهدول اربع مراحل بنصب عليه فون. هدول هي اكثر وقت عم تاخذ، يعني كل ما زادت التفاصيل فنحن زاد معنا الوقت. اكيد 100%. خلينا نشوف كمان هدول المجسمات اللي كمان عملتيهم. كمان ميري كريسمس. كمان عنا دائما فكره الأسماء أو الأحرف، عبارة أو شيء فيك تحطيها على قاعدة خشب. عاملتها ميري كريسمس مع بعضها، بتتقدم هيك حلوة. هيك حلوة على طاولة أنيقة. ممكن تنحط بأي مكان، بمكتب، ببيت. صحيح. بأي مكان ممكن تنحط، حتى بالاستوديو ممكن تنحط هيك شغلات. يعني هي بتعطي وحي وبنفس الوقت ما بتعذب. صحيح. مقدمة فيها تبقى عنكم. شكرا. خلينا نحكي كمان عن اليوم التطور. يعني كل مرة أنت عم تحاولي تطوري شيء بالمشروع، إما من خلال تدخيل تفاصيل إضافية على الشمع اللي بتعمليه، أو حتى توسيع المشروع بتشتغلي. كمان بعرف تشتغلي على الموبايلات، كفرات الموبايلات وهيك قصص. خلينا نحكي أكثر عن هاي التفاصيل. هلا نحن حاولنا بشغف كاندلز إنه نحافظ على تنوع كبير. يمكن ما عندنا العدد الكافي لمثلا نفتح محل، بس نحن عندنا
تنوع كتير كبير، يعني كمية التفاصيل الموجودة وإدخال الزجاج، إدخال الخشب، إدخال هلأ فترة تانية بدي يدخل النحاس، فكرة حتى إدخال الصلصال، كل هدول التفاصيل بحاول اشتغل مع ورشات تانية بحيث أنا يكون عندي قطع دايما مختلفة عن يلي بالسوق. فيها تنوع كبير، لو لساتني لحالي ايدي لحالي عم بشتغل فيها، بس بنفس الوقت عم تكون يعني مثل لنقول هو مشروع مو بس للشمع، هو مشروع حرف متكاملة مع بعضها عم تشتغلها ورشات متعددة، وعم نحاول نطور فيها بحيث انه لو هي ببطء يمكن عم تمشي، بس هي عم تثبت نعم. عم تثبت يعني وجودها بالسوق. يعني اليوم شغف كاندلز بعد 4 سنين صار اسم معروف وحيصير براند، انه العالم تعرف انه هذا الشغل هو فيه دمج هيك وهيك وهيك. لهيك بسعى انه دائما يتطور لو بطريقه يعني لنقول بطيئه، بس هو بكل موسم عم يثبت وجوده، عم يثبت انه هو عم يعمل شيء اضافه جديده، عم يعمل قيمه مضافه اصلا على كل شيء عم يشتغله، على كل تفصيل عم يشتغله. كتسويق اذا بدنا نقول دانا، وكاقبال من الناس، شو اكثر القطع اللي بتحسي انه الناس اليوم بترغب لها؟ هي القطع المميزه اللي بعيده نوعا ما عن السوق وعن الماكينات الجاهزه اللي بنشوفها، رغم جمالها الناس دائما بتلجأ للشيء الهاند ميد يلي في دائما من روح الشخص، في ضيف الذوق اللي هو بحبه، الكتاب اللي بحبه، اي شيء هو بحبه. والله الطباعه الحراريه بلشنا فيها ولساتها عنا يعني متميزه، صور الشخصيه كثير بتنطلب، كثير بتنطلب، كثير اشخاص بتقلي معقول انه نحط صوره حدا حيحترق الصوره وكذا؟ لا، هي ابدا ما بتحترق، لانه احنا كمان مراعين هاي النقطه بموضوع الابعاد تبع القطر، انه يكون بعيد عن الفتيل، فهو وقت بيشعل بالعكس بتضوي الصوره وبتحلى اكثر انه هي محطوطه على الشمعه. بتضل الاسماء والصور الشخصيه هن اكثر شيء بينطلب، يعني الميداليات حتى الاسماء اللي مكتوبه بخط الايد العربي هي من اكثر الاشياء المطلوبه عندي بشغف. العالم دائما بتحب الشيء اللي بيميز الشخص اللي هي عم تقدم له الهديه، او تماما، او اسمه او صورته او ذكرى لها معه، او عباره اوقات تكون مشتركه بيناتهم، كثير بيحبوا انه يوثقوها على الشمع. يعني تفاصيل كثير حلوه، ودائما هيك بنحب نشارك الناس هاي التفاصيل، هي امور بسيطه بس ممكن تعمل فرق، ممكن تعطي شويه بهجه وسعاده بقلب البيت. يا رب دائما بيوتنا تكون مليانه بالسعاده والبهجه حتى بابسط الوسائل. بدنا نشكرك على وجودك معنا دانا، ودائما هيك يكون عندك افكار حلوه. تسلم يا رب، شكرا كثير لكم. بدي اعيدك انا من هلا دانا، كل عام وانت بألف خير، يعطيكي العافيه يا رب على كل هالقطع اللي عم تقدمي لنا اياها ونشوفها، وعم تدخلي الفرحه مو بس للمشاهدين، لنا كمان بداخل ان شاء الله اكون عم بقدر اوصل للكل ويعمل الشغف بكل مكان. اكيد. تسلم، شكرا.